والله لتقل يا ابن الربيع. سأقول ما دمت تقسم يا مولاي. يقال والله أعلم أن جعفر استعمل 200 رجل على ضياعه في الكوفة و200 رجل على ضياعه في البصرة. ويقال يا مولاي والله أعلم، يقال أنه استحدث لهم لباسا موحدا ولم يبق له إلا أن يستحدث لهم راية موحدة يا مولاي. ما تصف يا ابن الربيع لا يكن إلا على هيئة جيش، ولكن 400 رجل لا يشكلون شيئا. مولاي لا يفوتنك بأن هذه إن هي إلا خطوة أولى، سيتبعها خطوات لا تنبئ بخير يا مولاي. أعرف أنها لا تنبئ بخير، ولكن سواء تزوج جعفر من عمة العباس أم لا سيبقى مقربا من والدي. أجل، ولكن أن يكون مقربا كالخاصة من أمير المؤمنين شيء، وأن يكون صهر أمير المؤمنين شيء آخر.